السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم، نتمنى لكم بخير وعلى خير ان شاء الله. المشاهدين الكرام، راه درت لكم شي فيديوهات على الطبيعه اللي كاينه من بوجيبار الفوق، يعني فوق بوجيبار، يعني منتزه بوجيبار. كما كتشوفوا راه حنايا كنتواجدوا فوق منه. دابا ان شاء الله غندير لكم واحد الفيديو اللي زوين بزاف، غادي نهبطوا مع داك الطبيعه ديال يعني من فوق بوجيبار حتى لتحت، حتى الطريق اللي كيهبطنا يعني الطريق الرئيسي لتحت. شاهدوا معنا هذا الفيديو غيعجبكم، لان غنصور لكم شي حوايج زوينين بزاف. خليكم معنا، حنايا غادي نهبطوا ان شاء الله مع التريك هذا اللي ان شاء الله غيعجبكم، واحد الفيديو رائع بزاف. حنايا غنهبطوا، خليكم معنا وتمتعوا معايا المشاهدين الكرام على واحد الطبيعه من هنايا. وما شاء الله غنهبطوا مع التريك هذا وتشوف ان شاء الله الطبيعه اللي كاينه مع هاد الهبطة هادي. ان شاء الله راه غتعجبكم. واحد المنظر المشاهدين الكرام زوين بزاف الصراحة. شوفوا على منظر من هنايا. حنا كنتواجدو فوق منتزه بوجيبار، يعني واحد البلاصة اللي فيها واحد الطبيعة، يعني يمكن نقول لكم أحسن طبيعة اللي كاينة هنا في حسيمة. شوفوا راه كاينة حتى الديور اللي مهجورين كما كتشوفوا قدامين، كما كتشوفوا الدار قديمة مهجورة. والمنظر رائع مشاهدينا الكرام، المنظر ما شاء الله. اكتشفوا معايا شي حوايج لي زوينين. اشوفوا المناظر من هنا يا المشاهدين الكرام، هاد الهبطة ديال الطريق، منظر ما شاء الله، منظر خلاب، واحد المنظر ما شاء الله، واحد المنظر ما شاء الله. شوفوا المشاهدين الكرام على منظر كاين هنا، منظر كيحمق، منظر كيحمق والله الا واحد المنظر ما شاء الله، منظر كيحمق. شوف على الله، احنا هابطين مع الطريق هذا كما كتشوفوا. منظر جميل، هذاك هو منتزه بوجيبار اللي غنهبطوا ليه دابا نيت، يعني غنهبطوا على منتزه بوجيبار كما كتشوفوا. واحد المنظر مشاهدينا الكرام، شوف الريزو اللي كاين الفوق كما كتشوفوا، هاد الديور اللي ساكنين هنا كما كتشوفوا تبارك الله. شوف واحد البلاصه زوينه بزاف، سعادتهم الصراحه هاد البلاصه، قولك الصراحة راه ما كاينش حسن منها الصراحة. شوفوا المشاهدين الكرام على هذا المنظر كيما نشوف، منظر خلاب. وشحال من واحد ما كيعرف هاد البلاصة، وأنا واحد منهم. أول خطرة كنطلع على هاد البلاصة هادي، ما نكذبوش على الله، وخا
راني هنا اكثر من 40 عام في الحسيمه ولا اكثر سامر وريان. المهم ملي كنت صغير ولكن مع ذلك ما عمري طلعت انا لهاد البلاصه هادي الصراحه. اول خطره كنت نكتشف انا هاد البلاصه. ايوا شي واحد كيقول لك راه انت قلعي وانت هادي، واش داكم انا قلعي ولا مطلسي ولا توزاني ولا بشر بشر وصافي، وكون واحد بحالك بحالي بحال شي واحد اخر. اي بنادم يكون مؤدب وصافي، يكون مؤدب ربي العالم كيقول لك، يقول لك واحد المثل، قال لي واحد السيد جا عند الرسول عليه الصلاه والسلام قال لي شكون اللي كيحب ربي العالمين يعني فوق الارض؟ ما قالنيش اللي كيصلي بزاف ولا اللي كيصدق بزاف، قال لي انفعكم للناس. اللي كينفع الناس هو اللي كيبغي الله سبحانه وتعالى. يعني خوك مسلم كيف ما داير نوعو راه مسلم، خوك مسلم كرهتي ولا حبيتي. والله ديما خلقوا صافي كيبقاو يهضروا كل شيء هضره ما شاء الله صح. انا ما فهمتش الناس علاش دايرين بحال هكا، بحال الا عندهم شي غيره يعني في القلب ديالهم، بحال شي حسد ولا ما فهمتش. انا اصلا ما فاهم والو على هادشي اللي كيقولوا، كيقولوا شي هضره زعما الله يهديهم وصافي. هادشي اللي كنقول لهم علاش كيديروا هكا الله اعلم. انا اصلا يعني كنبقى حيران علاش كيديروا بحال هكا. بحال الا تقول راه عندهم شي بومبا راه غتنفجر في القلب ديالهم، كنحس بهم بحال يعني كيقولوا شي هضره سبحان الله العظيم. قول هذا واش 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 كيسال شي حاجه في الاسلام؟ راه اللي كيكون مسلم ما خصوش يكون قلبه قاس حتى لذاك الدرجه. واخا بنادم دار لك اللي دار لك راه بنادم كيغلط في عندك كيغلط، ولكن الحمد لله بنادم راه مسلم بحالك بحاله، ولا يكون كاع نصراني كاع ما كتعرفو ما كيعرفوك عطيو الاحترام ديالو. لا يكون نصراني كاع، حنا نقول لك جارك الا يكون يهودي احترمو عطيو الثقه ديالو ودير معاه يعني واحد معامله حسنه. يعني بحال اللي كان كيدير الرسول صلى الله عليه وسلم، علمنا الرسول صلى الله عليه وسلم كيفاش غنديروا، ولكن كاين شي بعض منهم تقول راه هادو جهلاء بحال اللي عايشين في الغابه كاع ما عايشين مع الناس. الله يهديهم وصافي، والله يهديهم وصافي. المشاهدين الكرام كما كتشوفوا المناظر ديال اللي كاينين فوق بوجيبار، وحنا دابا وصلنا كيسميتو المنتزه بوجيبار. حنا دابا ان شاء الله غادي نصوروا الهبطه ديالو. كما كتشوف واحد المنظر زوين بزاف، واحد المنظر احسن منظر كاين هنا في حسيمه الصراحه، لان من هنا كتبان لك المدينه وكيبان لك البحر، كيبان لك واحد شحال من حاجه كتبان من هنا. ها كما كتشوفوا الحمد لله منظر هنا رائع بزاف، رائع. باش نوريكم بعدا المناظر اللي كاينين من بوجيبار الفوق. خدنا الفيديو السابق ملي كنا طالعين، ولكن هذاك بوحده ماشي بحال هذا، لان هذا يكون واحد الفرق كبير بين هذا والاخر، لانه الطلعه ماشي بحال الهبطه، واللي كيتهز الكاميرا يعني في الطلعه ماشي بحال الهبطه، يعني دائما كيكون الفرق، لان ذاك الفرق حتى انا كنصور عاد وليت كنعرف ذاك الفرق. شحال من واحد ما كيعرف ذاك الفرق، حتى كيشوف بعينه عاد كيشوف ذاك الفرق اللي كاين بيناتهم. ديما كما تشوفوا المشاهدين الكرام المنظر اللي كاين، الطبيعة اللي كاينة تبارك الله فوق بوجيبار. احنا وصلنا دابا كما كتشوفوا منتزه بوجيبار، هو هذا واحد منتزه زوين بزاف كيعجبني نجي ليه، غير انا الوقت اللي ما كتساعدنيش باش نجي ليه الصراحة. ها كما كتشوفوا واحد المنظر، فين غتلقى واحد المنظر بحال هذا، منظر احسن منظر. وعلى هنا منتزه هذا تبارك الله راه كبير شي ان شاء الله. غادي ندير لكم ان شاء الله شي فيديو ان شاء الله من هنا الفوق من الداخل، لان اصلا الوقت ما كتكونش عندنا باش نديرو يعني فيديوهات بزاف.
حنا كنديروا المجهود ديالنا دائما، كنديروا داكشي اللي قدرنا عليه الله، ما يمكنناش نديروا اكثر زعما داكشي اللي قدرنا عليه الله. انا اصلا ما عارف شنو غيديروا هنايا، كل واحد شنو كيقول، ولكن دابا ما يمكننا نقولوا والو لان داروا لواحد الفصله زوينه بزاف. احنايا نكملوا على الفيديو ديالنا المشاهدين الكرام، كما كتشوفوا الجزيره كتبنا من هنايا، كما كتشوفوا الجزيره كتبنا من هذا البلاصه. شوفوا المشاهدين الكرام جزيره مكور، والمناظر المشاهدين الكرام واش مناظر. هذا هو منتزع، حنايا بدينا من فوق منتزع بوجيبار، ونتمنى المشاهدين الكرام يعجبكم الفيديو، نتمنى تشجعونا وتدعمونا ودير ديروا معنا يعني واحد المجهودات بحال اللي كنديرها معاكم، لان انتم اللي كتعطيونا القوه، الله يجزيكم بخير. وكنشكر المشاهدين الكرام اللي كيتبعونا دائما، واللي ما كيتبعونا ان شاء الله نتمنى ان شاء الله يتبعونا حتى هما، لان احنا دائما كندوزوا الريف والحسيمه، ومازال ان شاء الله غادي ندوز شي مناطق يعني خارج الحسيمه ان شاء الله، غادي يعجبكم ان شاء الله. يعني ما غاديش نتعطلوا نديروا شي جوله لواحد البلاصه ان شاء الله، غير بقاو تابعونا غادي يجيبكم شي فيديوهات زوينين ان شاء الله يعجبكم. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. حنا دابا خرجنا منتزه كما كتشوفوا، الفيديو ما خصناش نديروا فيه اكثر من هذا باش ما يكون طول بزاف. وكنشكركم المشاهدين الكرام بزاف، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.